صباحكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه سالية وصباحيه دوزام يوم الجمعه. حضر معنا كالعاده لاله ماريا بن جلون اللي هي في فقره الصحي ولذيذ غتقترح علينا وصفات شتويه خفيفه. حضر معنا ضيفه مميزه كذلك، بغيت نشارك معكم المشوار ديالها المميز والفخر ديالي بها. هي برلمانيه في مجلس الشيوخ ببلجيكا، مغربيه 100%، مشوار مميز غادي نتعرفوا عليه في فقره الدردشه. حضر معنا كذلك الدكتور مصطفى الصمدي اللي هو تلبية لرغبة الأستاذة خديجة الروقاني، غادي يتكلم لنا على ظاهرة التسول بين الحاجة والاحتيال، الكل بعد فقرة القانون والبروفيسور محمد جمال معتوق. مرحبا بكم معنا في صباحية اليوم وجمعة مباركة. دائما في محورنا اللي بديناه هذه واحد الأسابيع بروفيسور محمد جمال معتوق، غادي نتكلموا اليوم على دائما في ملف العقارات، غادي نتكلموا على موضوع الوضعيه القانونيه للعقارات الغير محفظه. جبدناهم بزاف د المرات في الحلقات اللي فايته وحنا تنتكلموا على المواضيع اللي تناولناهم الاسبوعين الماضيين، ودائما تتقول لي ما تنتكلموش هنايا على العقار الغير محفظ، ولكن قلت لي هذاك كاين قانون واحد اخر تاثروا، يعني واخا غير محفظ كاين قانون تاثر هذه العقارات. طبعا يعني إذا كانوا العقارات المحفظة تتكلم عليهم مدونة الحقوق العينية وكتكلم عليهم قانون مصدر التحفيظ أو قانون التحفيظ العقاري المغربي، فالعقارات الغير محفظة ما عندهاش واحد القانون خاص بها، فهي تخضع إلى مبادئ العامة والقواعد العامة ديال المذهب المالكي والشريعة الإسلامية ديالنا، يعني الشريعة الإسلامية هي المصدر ديال القانون، هي المصادر الاساسيه ديال القانون المغربي. ثم هناك بعض النصوص القانونيه الوضعيه اللي كتطرق لهاد العقارات الغير محفظه. فالعقار الغير محفظ اشنو هو الخطر اللي فيه؟ هو انني ما تنكونش في منأى عن المنازعه والمناقشه واعاده النظر والشك في من يملك هذا العقار، في من هو مالك العقار وفي مدخله الى هذا العقار، وهل هناك استقرار ام ليس هناك استقرار، هل هناك اقرار ام ليس، هل هناك حيازه بسيطه مستقره متواتره مستمره بدون منازع، ويراك الناس انك تتصرف فيها كالمالك في ملكه وترى نفسك كمالك في ملكه، وليست هناك ليس لم يكن هناك تفويت ولا منازع امام المحكمه. هذا العقار كيكون فيه دائما بزاف ديال الاسئله، العقار الغير محفظ. ودائما كنتي تتشجعنا، ماشي العكس ديال التشجيع، كنتي تقول لنا ردوا بالكم، تتحضرنا وتتقول لنا بعدوا من العقار الغير محفظ. واحد الانسان، حيت انا بالنسبه لي العقار الغير محفظ اللي كنت ملكه هو الانسان اللي ورثه. القراصو عنده دخل في واحد الشركه في واحد العقار غير محفظ، اما انت جمع فلوسك ودبزتي وجمعتي ولا سلفتي وشحال وكذا، لا غتمشي للمشاكل، غتمشي تشري غير عقار غير محفظ اللي غادي يكون بين قوسين يمكن يكون شك في الملكيه ديالك، يخرج لك شي واحد من الجلد يقول لك هذه الارض ديال جدي وهالوراق ديالي باش جدي كان تيملك العقار، وحنا كنا في هولندا، حنا عجينا. اغراء تيكون في الثمن، هذاك الشيء علاش يمشيو ليه الناس؟ اكيد غيكون الثمن قل. علاش الثمن قل؟ لانه الملكيه ديالو غير مؤمنه قانونا، تبقى معرض للشك والمنازعه واعاده نظر في هذه الملكيه. فكيفاش انا نوضع نهايه لهذا الشيء هذا؟ انا عندي عقار غير محفظ بناه جدي وورثو با وخوتو وورثنا احنا من بعد، ولقينا هذا العقار غير محفظ. هذا العقار غير محفظ سواء ارض فلاحيه، ضيعه، دار، شقه، ولكن غالبا الديور البلديه، اما الشقق الروميه العصريه اليوم راه كلها محفظه. اذا هذه الارض اللي نفرض انا عندي غير محفظه، واخا اشنو غادي ندير؟ انا ما بغيتش نبقى معرض. انا سمعت ذاك النهار في التلفازه تيقولوا الارض ماشي محفظه، راه ما كتكونش مطمئن، راه واحد النهار يخرج لك شي واحد يقول لك هذه الارض ديالي. مزيان، اشنو غادي ندير؟ طيب الحيازه كيف جات مدونه الحقوق العينيه تتكلم عليه، راه تكلمت عليها والقاعده تكون حفظتيها. ارض غير محفظه مثلا الى حجزتها لمده 10 سنوات بدون منازعه وباستمراريه وتتصرف تتصرف فيها كالمالك في ملكه في ملكه، فالناس يرون فيك المالك، كتصبح مالك ديال ذاك العقار. خاص 10 سنين. والقاعده القانونيه شنو هي؟ هي واحد الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الارض لمن احياها.
يعني ارض ميته ما كيستغلها حتى شي واحد، ما كيحرثها حتى شي واحد، ما كيزرعها حتى شي واحد. وجا واحد الانسان وبدا تيزرعها وتيحرثها ونقاها وحيدنا الحرج الحجر وحيدنا الشوك وشحال هو ما تقابلها، تيقولوا له في الاسلام هاد الارض ديالك. ولكن صعيبه شي شويه، نقدر نكون انا مخلصه واحد السيد باش يتعتني ليا بهذيك الارض يقول لك راه انا اللي حييتها دونك ديالي. لا خصنا يكون عندنا الاثبات العلاقه التعاقديه اللي عندك مع هذا الشخص. واضح. راه هي دي ارض المغارسه اللي كتكون فيها الزينه، اللي كتكون فيها تسمحنا بالخبزه، ها الخماس، الرباع، يعني الربع او الخمس، على اين كاين عقود اللي كتعلق بهذه العقارات غير محفظه. اذا انا بغيت نوضع نهايه لهذه الوضعيه، انا ما بغيتش نبقى مشكوك في امري، وبغيت انا لمت نخلي ولادي العقار ديالهم نقي مهنيين. اش غادي ندير؟ الوثيقه اللي كنبدا بها سواء انا اذا كانت عندي عقد اللي كيتسمى ملكيه، نسميه بالعربيه الملكيه وبالفرنسيه لا ملكيه، اون اتيستاسيون دو ملكيه، ما عندها علاقه مع الملكيه، ما عندها شهاده علاقه بشهاده الملكيه. هذيك شهاده الملكيه صادره عن اداره المحافظه العقاريه. اما لا ملكيه او الملكيه فهي عقد عدلي او رسم عدلي يثبت فيه، يثبت فيه او يستنتج منه المدخل ديالك لهذا العقار. منين جبتيه هذا العقار انت اصلا؟ حيت دائما ملي تيجي عندك شي واحد من العقار غير محفظ، اول سؤال خصك تساله واش عندك الملكيه؟ منين جبتي هذا العقار؟ تيقول لك ورثته، ورثته من عند باك. مزيان، باك منين جابو؟ ورثو على باه، باه منين جابو؟ ها كنشراه، عندك العقد ديال البشرة؟ هنا باش نبحثوا على المدخل، ولا منين جبتي انت اصلا هذه الارض؟ ولا ما كانش، ولكن خصنا، ولكن المدخل ديال هذيك الارض ديال جدهم اللي ورثها عليها باه واللي هو ورث الولد اليوم، ديال ارض واحد اخر عنده الملكيه ديالها، يعني باش شراها من عند المالك الاصلي ديال العقار. وهذا هو السؤال اللي كنت باغي نطرح عليك استاذ، ربما غتلقاه ساده شي شويه. الارض ما محفظاش، يعني انا ماشي ديالي. يقدر يخرج لي شي واحد يقول لي ديالي، كيفاش غيقول لي ديالي وهي ما محفظاش، ما داخلاش في المحافظه بالوراقي؟ عنده وثائق. اشنو هي هاد الوثائق؟ تقدر تكون الملكيه. ملكيه العقد، ملكيه اللي نصوبوا له العدول، وعنده الشهود، وعنده لهذيك الارض من عند من جابها، واللي مولاها هو اللي ملكها، باش تكون الاسترسال، الاستمرار. هذه اللي كتسمى الاستمرار، يعني تابعه عندي الفروع من الاصل وهي هابطه، اللي كتسمى المدخل الاصلي ديال العقار. واخا كاينين بزاف الناس اللي ماشي وارثين الارض، ولكن خلاوها لهم، خلاها لهم المعمر. وعندهم مشاكل كثيره، هما معروفه في الدوار وفي هذيك البلده كامله بان هذيك الارض ديال الحاج فلان فلاني، ولكن ما عندوش الملكيه ديالها، لان في الاصل كانت ديال المعمر وخلاها ليه. هذوك جوج ديال الحالات عندنا. يا اما المعمر باع له قبل ما يمشي، وفي هذه الحاله خصو يمكن له يسجل ويحفظ، ولا كان العقار محفظ في اسم ذاك الفرنسي غادي يمشي يخلص واجب التسجيل ويحفظ. الى شرى، الى شرى منه بعقد، ولا ما كان عنده، ما شراش منه بعقد، ما كتبقاش عنده الارض اليوم، ما كايناش اليوم، حيت تدخل في اطار الظاهر ديال الاراضي المسترجعه، يعني حيت الدوله واخا هو واخا عمرها 10 سنين وكثر، لا ولكن راه محفظه الارض في سميت الفرنسي. اه راه محفظه، ما ولا ما كانش محفظه، حيازه لا تلعب، ليس لها اي اثر في العقارات المحفظه. واضح. واخا تحوزها 60 160 عام، هي محفظه في سميت ذاك الفرنسي. الدوله المغربيه جات بواسطه الاراضي الاملاك المخزنيه كترجع ذاك الاراضي ديال هذه الاراضي ديال الدوله. جا خداها فرنسي لان كان معمر، كان في اطار الحمايه الفرنسيه، استولوا على الاراضي ديالنا. علاش؟ استولى على الاراضي ديال هذيك العائله لربما، لا ما يقدروش يرجعوا هذيك العائله. ولو استولى، الا استولى بالوراق ديالو، خاصني هذاك عاوتاني يكون عندي الوراق بان هذيك الارض ديالو. في الاصل قبل ما تكون ديالو. وهذاك هو المدخل الاصلي، وإلا ما عندوش هو براسو راه هذاك حيت ما تنسايش واحد الحاجه. سبق لي تكلمت لك على شي هذا العقار بحر عالم. سبق لي تكلمت لك على شي حاجه سميتها اثر التطهير، ليفي دو لا بيرج بالفرنسيه، ما يمكنش ما عمري تكلمت عليه. ما قلتش اثر التطهير هو ملي كيجي واحد بحال دابا ذاك الفرنسي اللي تكلمنا عليه، واخا جا وخذا نزع ارض ديال مغربي فلاح، كان تينزع كيفلح الارض ديالو، نزعها منه وتحفظ. ملي تيحفظ، ملي كيخرج الرسم العقاري، هذاك الرسم العقاري يطهر الماضي، وبالتالي ما كيبقاش اضطراب هذاك الشخص نهائيا، وكتبقى شهاده الملكيه هي التي تحكم، والرسم العقاري اذن الى في تابلو غاز دو توت ان باسي، دو توت اون هيستوار. ولكن راه ظلم هذه الفرنسيه، اسمحي لي على هذه الجمل هذو
بالفرنسية. علاش ظلم هذا؟ لأن المعمر اللي دخل كيفاش كان باغي يستولى على سياسيا على البلاد؟ بحياته الأراضي كان خصو يسيرها اقتصاديا، يسيطر عليها اقتصاديا. وباش يسيطر على 1912 فين كان الاقتصاد ديالنا؟ علاش كان مبني الفلاحة؟ إذا كان خصو ياخذ الأراضي الفلاحية اللي كتنتج واللي عندها قيمة من ناحية الفلاحية والإنتاج والاقتصاد، وجاوض عليه يدي باش غيوضع عليه يدي. والناس كاينين، كاين الحاكم وكاين القبيلة وكاين كي غادي يدير يوضع عليها، خصو يدير لها إطار قانوني. جاب هذا الإطار القانوني مستوردو من أستراليا، أستراليا عطاتو لفرنسا 1858 في أستراليا، سميتو السيد الله يرحمه روبير تورنيس، اللي جاب القانون الفرنسي خداه في 1900 وشي حاجة، وحنا في 1912 جبناه اللي فيه أثر التطهير. إن كيوضع يدي على الأرض وكيدير الرسم العقاري كيأسه كيمحي الماضي وكيسيطر على الأرض. شكون المؤسسة اللي حفظت ليه؟ خدام عنده خماس. وشكون المؤسسة اللي حفظت ليه؟ هي مؤسسة مغربية. لا، شنو المؤسسة؟ منين جانا؟ منين جانا المحافظة؟ المحافظة حنا عندنا حنا عندنا كان كلشي بالأعراف، كلشي بالتقاليد، راه كانت شحال هذه كلشي الكلمة وبالقرآن وبالثقة وبالبركة. هما دخلوا من هاد لابغيش هادي، هما دخلوا لنا القانون الوضعي ودخلوا لنا هذا النظام ديال التحفيظ العقاري والقانون اللي كينظم التحفيظ العقاري 1913، ونص آخر في 1915، ماشي قبل الحماية الفرنسية اللي 1912. إذن كانت هذه آلية من الآليات الفعالة باش المعمر يوضع يدي على الاقتصاد المغربي باش يمكن له يدخل للسياسة ويمارس علينا السلطة بين قوسين اللي كانت يمارسها في ذاك الوقت. إذن أثر في الحقيقة ما عندكش حق تقولي بالنسبة لي بعد 14 سنة ما عندكش الحق تقولي. لا، الملكية ما عمرنا ما هضرنا عليها. الملكية إذن ملي كيجي اليوم بغى يوضع نهاية، إذن شنو غادي يوضع؟ شنو غادي يدير؟ شنو الوثيقة الأولى اللي خصو يبدا بها؟ هو خصو شهادة إدارية. عندي عقار غير محفظ، دار بلدية غير محفظة، أرض فلاحية غير محفظة، ضيعة غير محفظة، بغيت أحفظها اليوم. إذن عندي الوثائق باش شريت مبدئيا، ولكن يمكن تكون غير كافية باش نحفظ، يعني الملكية ماشي ثابتة بالوضوح 100%. عندي غير الملكية مثلا، عندي الملكية ديك الملكية يمكن لي نحفظ بها، ولكن اليوم الدولة المغربية ستعرف هذه الأرض اللي عندك غير محفظة، واش ديال الأملاك الخزانية، واش ديال الجماعات المحلية، واش ديال أوقاف والشؤون الإسلامية أو إدارة أخرى بحال المياه والغابات وإدارة أخرى، باش الدولة ترفع يديها تقول لك صافي سيدي انت حزتي هذه الارض وعندك اوراقك قدام وقلتي من جدك ولباك وانت وكتحرتها، انا غير تاكد بان ماشي ديالي هاد الادارات كتقول لك هذه الارض ما عندي علاقه بها. هادشي شحال تياخذ الوقت باش يتاكد؟ ياخذ واحد حيت هاد الشهاده الاداريه كنطلبها من السلطه المحليه اللي هي القايد او رئيس الدائره او الباشا او العامل. ملي كنديروا الطلب خصني وثائق باش ندير الطلب. هاد الوثائق اللي هي واحد بطاقه تقنيه، واهم وثيقه باش نحصل على هذه الوثيقه هي ملف تقني، اي تقرير ديال المهندس المساح التوبوغرافي اللي كيقول لي هذه الارض ديالك، ها المساحه ديالها وها الانصاب ديالها وها الحدود ديالها، الجنوب والشمال والشرق والغرب، والمكونات ديالها الى اخره. وكنوضع البطاقه الوطنيه ديالي نسخه منها شي كله 6 قانون 55 19 يقول لكم 18 19 كنوضعهم عند السلطه المحليه. السلطه المحليه كتراسل هاد الادارات اللي قلت لك، كتقول لهم الله يخليكم هاد السيد بغى يحفظ، هاد السيد بغى يطلب شهاده الملكيه، بغى يطلب شهاده اداريه من عندي، واش عندكم شي حاجه على هاد الارض؟ ها المعالم ديالها وها فين كاينه. هادو كيمشيو يقلبوا في الملفات ديالهم التقنيه وتيقول لهم واش هاد الارض كتعنينا او هاد الارض ما كتعنيناش. الا كان الجواب سلبي يعني هاد الارض ما كتعنيناش، كيقول لك هاك شهاده اداريه. هادشي يمكن ياخذ 6 شهور حتى 7 شهور. هاك شهاده اداريه ديالك، كتاخذ انت الشهاده الاداريه وكتمشي عند العدول وكتدي معك 12 شاهد اللي كيشهدوا بان هاد السيد هذا كان تيملك هاد الارض، كيحوز هاد الارض، كيستغل هاد الارض بدون منازع من حلينا عينينا او هذه 10 سنين او ما عندنا حتى شي مشكل وما عمرنا نزعنا فيه وما عمر شي واحد نزع فيه وكنعرفوه. سي سكون ابيل لا بوسيسيون بيزيبل، الحيازه الامنه. ها وكيعطيه العدول هاد شهاده اللفيف، شهاده عدليه ديال الاستمرار الحيازه ديالو بهاد جوج الوثائق، شهاده اداريه السلطه المحليه وشهاده الاستمرار العدليه اللفيفيه
قدروا نحفظوا وملف تقني اللي كيديروا المهندس بصح الطوبوغرافي وكنمشي عند المحافظ نقول له الله يخليك بغيت نحفظ هذه الارض ديالي. واضح، شكرا لك استاذ. بقاو معنا مشاهدينا، نمشيو نعطيو الوقت لمريم بن جون حتى هي باش تعطينا شويه الافاده فيما يخص التغذيه الصحي ولديك. المهم لاله ماريا، الاستاذ محمد جمال معسوق راه داير حجز تحفظي على الماكله اللي دايره اليوم حيت شافها وماكله جديده. عرفت شنو نبغى؟ اشنو بغى؟ جوج الحوايج، بغى شويه ديال لابلانكيت وبغى هذا ديال الرز. يا سلام، تعرف ما يخسر بعدا. على اي فالحبله اليوم مشكله ومنوعه، دايره فيها اطباق صحيه شتويه وخفيفه. اي واحد يقدر يوجدهم؟ اي واحد يقدر يوجدهم واي واحد يقدر ياكلهم. وما ماشي مكلفه، ما فيهاش الماده بزاف. لا لا، الثمن خفيف وما فيهاش طاقه بزاف وتتسخن هي، حيت في البرد الواحد تيكتربوا. حنا عندنا الحريره، عندنا البصاره، هذوك ما نحيدوهمش ولكن ما نكثروش منهم، وتبقاو ناكلوا الحلويات بالكثره تيصحابنا الله بان الحلوى هي اللي تتسخننا. هي الا خدينا غير كويس دي تيسخن راه تيدفينا. صحيح. اي اي يعني الشوربه تتكون دافيه ولا سخونه راه تتسخن تماما. الوغ باش بديت بالشوربه، الوغ الشوربه ان بوتاج هذا باش مصاوب. هانتي سمير هذا غنوريك، هذا سهل وكلشي تيقدر ياكل بحال الفيلوتي. هذا بحال الفيلوتي. الوغ علاش نقول كلشي؟ حتى اللي عندهم مشكل مرض السكري ولا عندهم مشكل ديال لانتوليغونس وغلوتين، حاول زعما يقدروا ياكلوا. الناس ديال الكيلي الخضره، عارفوا الخضره ما يكثرش منها، ما يكثرش منها والا يرقدوها في الماء بشحال عاد باش يستعملوها. يحيدوا بزاف ديال اللي منهم. هذا الوغ هذا شنو فيه؟ الوغ فيه البطاطا حلوه، فيه الجزر، وفيه القرعه الحمراء. فوالا، ولكن عرفتي اش تندير؟ تتعرفيني تنعمل، تناخذ البطاطا حلوه تنطيبها بوحدها بشويه ديال الزيت، شويه زيت العود تندينا والابزار وتنطيبها في الفران. تناخذ القرعه حمراء حتى هي تنعمل فيها شويه ديال الابزار والملح وتنطيبها باش كل حاجه تحافظ على النكهه ديالها. النكهه ديالها. والجزر غير سلقته، تنخلط داكشي تسلقته مع شويه ديال البصله وشويه شوي البرو، تنخلي داكشي حتى تيطيب مزيان، تنخلطو تنخلطو هذا شنو فيه؟ الحليب ديال الكوكو. حليب الكوكو ما كانش شي واحد في هذا شنو فيه؟ فيه شويه ديال الكركما وشويه ديال الخرقوم وفي شويه ديال الزعفران الحر. بغينا نزيدو فيه شويه ديال لا كريم فريش، ولكن اللي عنده الحساسيه ديال اللاكتوز من الاحسن ما نديروهاش. نقدروا نزيدو شويه الملح على حسب المذاق، دونك تيجي خفيف تيجي لذيذ. ها هو، و سي ان بلا كونسيستون. هكذا سنيفه هكذا ذوقي ولا حتى ضروري ضروري نذوق. عندك غير هادي وصافي، ما نديرش البسان صافي. بسم الله، وعاقد وباين تيشبه. فوالا تيشبه. بسم الله. والبطاطا الحلوه ما فيهاش طاقه بزاف. البطاطا حلوه حنا عندنا خضر، ماشي 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 افيكولون، يعني ماشي لوليت كوكو وشي ديال الخرقوم. لوليت كوكو مع الخرقوم عطا واحد المذاق لذيذ. وسامبل. الله يعطيك الصحه. وسامبل. وتيتصاوب في اخر ساعه. الله يعطيك الصحه. دونك نكملوا. انا نكمل بصحه. الشوربه الثانيه شنو هي؟ غادي سي بحال اون سوب دو بواسون ولكن سهله وما غاليهش. غادي شنو فيها؟ تناخذ شويه ديال البرو تنقطعو، تناخذ شويه ديال الجزر هكذا مقطع دواور باش نغير، وتناخذ شويه ديال الكرافس. هادو راه الكرافس. الكرافس تيعجبني بزاف في الشوربه. فوالا الكرافس والبسباس. الكرافس تنقطعو رقيوق، تنخليه طويل تنقطعو رقيوق وتنخلي حتى البسباس تنطيبو. كيف قلت لك دائما تيكون عندنا شويه ديال لو بويون موجود ولا تنوجدو لو بويون. هذا شنو فيه؟ باش هذا فيه الكرافس وفيه شويه ديال الزعتر. بغينا نزيدو ريقه سيدنا موسى حتى تتغلي. الغليه الاخرى تندير ما فيش توابل، شي ديال الملحه وتلوح الطريف ديال الحوت. الوغ راه معاك الحوت هانتي دو بواسون بلون تتكفانا، وتناخذو مع خبيز تتجينا غيجي لذيذ وسخونه تتخن. فيه البروتينات الحوت، فيه كلشي مزيان، يعني صحي. جميل تبارك الله عليك. اقتراح ثالث في الشوربه. فوالا دونك هذا الشوربه. هذه ما بين الشوربه هذه غنفسر لك سميره. هذه تنسميوها بالفرنسيين بلانكيت دو فو، ولكن نقدروا نديروها بلوفو، نقدروا نديروها بيبي، نقدروا نديروها باش ما كان. تناخذ بصله تنقطعها على جوج ولا على ثلاثه، تناخذ الجزر تيكون شويه تنخليه هكذا شويه كبير، وتندير فيه المعدنوس، ورق سيدنا موسى، وشويه ديال الزعتر.
هادو دونك هذه ماشي شوربه هذه نقدر نقول لك شنو نقدر ندير بها شنو علاش قلت لك الشوربه الثالثه ما بغيتش تكلمي عليها دابا مي تندير هذا تنسلقو مع الماء تندير فيه معدنوس ورق سيدنا موسى وشويه ديال الزعتر حتى هو تيبقى يطيب 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 ملي تيبدا يطيب تلوح شويه ديال اللحم هذا غير تيطيب شويه ديال اللحم وتنطيبو تنحيد الخضر وتناخذ داك الماء ديالو وتندير بها بحال اون بيشاميل ولا اون سوب افيك الوغ هادي باش مصاوبه بلي شامبينيون مطحونين غتكون غزاله فوالا مصاوبه بالحليب ديال اللوز الوغ نقدروا نديروه بالحليب عادي الا بغينا الحليب غير انا حليب اللوز باش اللي عندهم مشاكل ديال اللاكتوز ولا ديال اللاكتوز وتنبقى نعمل بحال اون بيشاميل تندير داك لا فيكول ديال لو بوم دو تي ولا المايس معلقه كبيره وتنبقى نحرك 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 دونك فيها لي شامبينيون مطحونين فيها شويه ديال لا فيكول بوم دو تي فيها الماء نشا فيها الماء لو بويون ديال اللحم وديال هذا اللي تيطيب تنزيدو اللي بغينا هنا درت شويه ديال الكوزه لا نوا دو موسكاد دونك تنقدروا نرافقوها هكذا تنزيدوها فوق هذا اولا ناخذها بوحدي ساكون ناخذها بوحدها لي شامبينيون هاد لي شامبينيون فيهم الحامض صافي فقط باش ما يكحلوش درتهم شويه في الفران ونرافقوها على هنا بالعاني درت الرز الابيض اللي ما عندوش الرز كامل تندير الرز الابيض أكلة كامله رخيصه فيها الطاقه لي زيد غاد دو كارمون اللي مهمين للصحه الصحية وهذه نقدروا حتى هي نشربوها بوحدها نقدروا نشربوا بوحدها ما كاين حتى تقول لذيذه مع لي شامبينيون تيتوتر لي شامبينيون شويه ديال ديال النوا دو سكات شويه ديال الكوزه الكوزه وهذا الا ما عملناش يعني نقدروا نعملوا بيبي نقدروا نديروا الدجاج نقدروا نديروا الحوت ولكن الحوت ما تيجيش بزاف مزيان دونك نفضل تنهر شويه ديال اللحم هذا كل واحد تياخذ طريف ثلاثه طريفات مع شويه ديال لي شامبينيون ثلاثه ولا اربعه الحبات ديال لي شامبينيون ها هي اكله كامله والعائله زعما الله يعطيك الصحه ما بغيناش نديروا اللحم لي تاغياتيل هادو لي تاغياتيل كاملين يعني كومبليت سلقتهم عادي وتنخلي داك الماء ديالهم سلقت شويه ديال العدس وحيت الماء العدس باش ما يكحلوليش شنو درت خلطت ديك التاغياتيل مع العدس مع الماء ديالو ما تنديرش الحليب شويه ديال الملح شويه ديال الابزار معلقه كبيره زيت العود وتنخليهم يكملوا الطياب في داك لاصوص ملي تنكملوا هذا رافقته بدرعه حمراء شويه ديال الحبق هذا علاش درته بالعاني حيت ما فيش اللحم ملي تنعملوا وجبه فيها يعني لي فيكولون ولي ليغومينوز يعني لي بات والعدس ما تحتاجيش تزيد البروتينات الحيوانيه الاسيد اميني كلها الحيوان يعني اسانسيال كاينين فيها انا اللي تنحيي فيك هي الاصاله والمعصره كيفاش انا تنعرف بان شحال هادي زمان وحتى لحد الان انا ماما باقا تدير العدس بالقرعه الحمراء القرعه الحمراء انت شديتي العدس بالقرعه الحمراء وزدتي معاه التاكلياتيل والحباق وهذا وهذا تبقى دائما صحي وهذا الناس اللي عندهم المشكل ديال الكلى يقدروا ياكلوا حيت ما فيهمش اللحم ما فيهمش الخضر بالكثره ما فيهمش جميل ياخذوا والحبق ما بغيناش نديروا الحبق نديروا القزبر بغينا نديروا شويه الفرماج ولا ما نديروش الفرماج الو حاجه اخرى الا شطنا شويه من هذه الصوبه نقدروا حتى هي نخلطوا تيجي داك لو ميلونج تيجي لذيذ يعني عرفتي غير باش نقول لك واحد الحاجه لاله مريم بن جلون دابا انت درتي الحبق تتقول لي الا ما درناش الحبق نقدروا نديروا القزبر ما عندناش القزبر نقدروا نديروا انت بالنسبه لك راه بديهي عندك سو لا فاسون دير لان عندك هذيك لا ما وعندك هذيك الذكاء المطبخي ولكن ماشي كلشي عنده هذا الذكاء شحال مره تنبغيو نديروا شي وصفه وتنشوف شي حاجه خاصنا ماشي مشكل اجي سير جري وسير جيبها نقدروا نعاودوا شحال من حاجه نقدروا نعاودوها جميل ونزعموا نزعموا معلوم نزعموا خصوصا لك الحاجه تتعجبنا ما عجبتناش ما نعاودوهاش فوالا نمشيو للديسير دابا ياك هذا ديال الاستاذ بصح البورتاج ديالي هذا ديال الاستاذ هذا مصاوب بداك الروز لوغون اللي تنقولوا له الوغ باش تنحيدوا شويه النشا منه تنخليوه في الماء بارد واحد نص ساعه وتنخويوه وباش طيبته هذاك الماء ما نلوحوش لانه تيصلح بزاف الحوايج فوالا دونك اش تندير شتي هذا التفاح سلقت شويه التفاح داك الماء التفاح فيه طيبت الرز باش ما نديرش سكر درت شويه دافاني عواد طيبته بشويه وانا تنحركو زدت شويه القرفه اللي بغى القرفه ولا الزهر ما فيه لا حليب لا والو لا
ما فيش الحليب بلات حتى تنخلطه مزيان وتندير نص كاس ديال هنا كاين الحليب ديال الرز راك تيتباع ونقدر نصاوبوه ولا تنقبطوا الرز تنطحنوه وتنبقاو تنردوا موسو وتنخلطوه بحال بتيت كريم صافي وتنقدموه من الاحسن دافي دونك هذه فيرسيون جديده ديال الرز بالحليب ديالنا ما بين الهلبيه كتنسميه وما بين هذاك النشا ديال الرز بحال النشا اللي تنديروا مع الهلبيه دونك هذا من الاحسن يتكال دافي شويه دافي ورافقته بشويه ديال التفاحه ومسلوق الوغ داك الماء ديال التفاح طيبته هذا اللوز مهرمش ودرت هو سخون درت فيه شويه ديال العسل باش تجي كروكون تنديرو فوق منه يعني عطيتي واحد النسمه ديال الحلاوه بالعسل في الاخر الله يعطيك الصحه ما قل ودل فوالا ما تذوقهاش حيت كديتي راسك غادي نذوقها غادي نذوقها حتى انا عندي حاجه صحه فودي تما كاين بصحه الوغ هذا شنو هما هذا تنسميوه ان كلافوتي ان كلافوتي ما بين لو فلان وما بين الكيك وسهل سهل سهل اي فاكهه عندنا هنا لي كيوي يكون عندنا لي فراز يكون عندنا التفاح يكون عندنا البنان اللي يكون عندنا شويه من كل حاجه نخلطو تناخذ امول هكذا خصو بيضه اذا انتما شوفوا هذاك الشيء اللي عطاتني بصحه بصحه كلشي كليتو وعاد ما سخوناش بزاف الله يعطيك الصحه دونك هذه ثلاثه البيضات تنبقى نطربهم بوحدهم حتى يقولوا لي الناس ما تيطلعناش البيض الا ما كانش بالسكر تيقطع تنبقاو نطربو غير ما يكونش متلج نخرجوه قبل من الثلاجه فوالا تنبقاو نطربو واحد 10 مينوت واحد يكون عنده شويه ديال القنا خلط البيض خلط ثلاثه معالق صغار ديال النشا حتى هو وهذا خلط فيه لا كريم فريش كاينه شويه ديال لا كريم فريش الحلاوه فين كاينه الحلاوه كاينه في الفاكهه في الفاكهه ما زدت حتى شي حاجه اخرى لا عسل لا حتى حاجه لا ما فيهاش دوك في الفاكهه دوك لاباط لاباط بالنشا والبيض ها هي نقدروا ناكلوا هكذا ونقدروا كاع نحيدوه ونقطعوا كوم يتيت تاخت ها هو هذا الشيء كله تيتكال سخون بغيتي تذوق من هذا ولا حتى من بعد حتى من بعد فوالا شتي الاستاذ ماتو ماشي كوم سا دونك البيض شويه ديال النشا ان تو بتي بو دو كريم فريش والحلاوه ديال 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 ما فيه لا ما فيه لا خميره ما فيه حتى حاجه فوالا نقدروا دائما تنبقاو في اطار الصحي واللذيذ انا تنضمنوا لكم والصحي تضمنوا لكم بصحه الوغ هذا اما ناكلوه بارد هكذا اون بتي ترونش ولا ناكلوه دافي ملي تيكون باقي دافي كومان فلان ونقدروا ناكلوه حتى متلج تيعطي ان اوتر كو دونك البرد الطاقه ما كايناش بزاف صحي وما غانيش بزاف الله يعطيك الصحه والسلامه الله يعطيك الصحه والله يخلينا هذه الافكار النيره ديال مريم بجلون نتلاقاو الاسبوع المقبل مع وصفات اخرى صحيه ولذيذه في صباحيه الدوزام لحظه غنمشيو نديرو نقطه التوازن مع الدكتور مصطفى الصمادي شكرا دكتور مصطفى الصمادي استاذ محمد جمال معتوق در حاجه صحه فودي تما كاين انت دايرو ولا لا انا معاه لا ما سي جمال احنا ثلاثة مرحبا استاذي اهلا بك بعدا اولا وثانيا بغيت نطلب منك طلب نوصلوا لك من عند استاذه خديجه روكاني كنا تكلمنا في اطار الحق والقانون على السعاية على التسول ما بين الحاجه وما بين الظاهره الاجتماعيه اللي ولات تتزعج وما بين القانون كذلك اللي تيأثرها بغينا نرجعوا للقيم ديالنا في اطار اننا تنلقاو راسنا في واحد الحيره من امرنا ما بين نساعدوا ولا نشجعوا على هذه الظاهره طيب. اللي تدخل بعض المرات في اطار مافيات صحيح اش غادي نقول لك من الناحيه القانونيه الامر واضح حاتم الاستاذه خديجه القانون المغربي يعاقب على التسول يعني المتعمد والذي لا يكون من صاحب حاجه فيه قانون فيه عقوبات الى غير ذلك تكلمنا عليه الى غنتكلموا من الناحيه الدينيه القيميه الاخلاقيه احنا في قيمنا بين امرين اثنين باش نعالجوا الظاهره معالجه دقيقه عندنا ديننا يحثنا على قيم التضامن والمساعده والوقوف الى جانب المحتاج واعانته والصدقه والانفاق احنا عندنا نصوص كثيره تبين قيمه الصدقه والنفقه والتخفيف عن صاحب الحاجه هذه واحده لكن بالمقابل عندنا معها في نفس الدرجه
دعا الإسلام إلى الحفاظ على كرامة الإنسان ونهى عن امتهان صورته ووقوعه في الذلة والمذلة. شحال من واحد يحترف التسول، دابا الظاهرة أصبحت احترافا، أصبحت احتيالا، أصبحت ابتزازا، ويحز في النفس أننا نشوف هذه المظاهر. إذا حنا بين أننا مطالبين باش نوقفوا إلى جانب المحتاجين، وبين أننا مطالبين باش نحدوا من هذه الظواهر التي تسيء إلى المجتمع، تسيء إلى الدولة، وتسيء إلى صورة البلد وإلينا جميعا. حينما ولا للأطفال فاش يستعملوا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك. إذا المعالجة ديالنا خاصها تكون للظاهرة بسبب كونها احتيالا أو ابتزازا، ما كنتكلموش على الحاجة. الحاجة راه أمرنا أن نقف إلى جانب هؤلاء، ولكن بالوسائل وبالطرق المشروعة. غادي نأثروا دابا الحديث ديالنا على بالنسبة للمتسولين المحتالين المحترفين المنتهين. ولكن مش مفهومة أستاذ هذا هو الإشكال. أنا جايك دابا وحدة وحدة، يلا سير. دابا ملي كنوقفوا في الشارع أو في أبواب المساجد أو على جوانب الطرقات أو في بعض المصالح، تستوقفون مظاهر حقيقة لا نرضاها، بل تتأذى منها المشاعر، ويتأذى منها النظر، تتأذى منها الصورة بالدارجة. وغالب باش ما نعموش وبعضهم باش ما عندناش ما نقدروش نحكموا، كتوجد محترف للظاهرة، ويتعرض الأمر إلى يعني هناك من يحترف التشرد ويدعي الإصابة ببعض العاهات ويظهر بعض الصور التي يستملي بها عواطف الناس. وحنا من حين لآخر كنسمعوا هذا الشيء وكنقراوها وكنشوفوا عقوبات في هذا الباب، وكنشوفوا أخبار في هذا الباب أنه فلان محترف، فلان عنده، فلان ضبطوها عنده، فلان عنده، فلان عنده. أنا أقول هذا الأمر هذا خصنا نسعوا جميعا لتطويقه حتى لا نرى هذه المظاهر. خص أولا القائمين على هذا الشأن ما يسمى برعاية المحتاجين وإنشاء دور لذوي الحاجة والتخفيف منهم والوقوف إلى جانبهم إلى غير ذلك، والتقاطهم من هذه الفضاءات بما يعني توفر بما يوجد، ثم أيضا محاربة هذه الظاهرة وتنقية الشارع من المحترفين والمحتالين. لماذا؟ لأن هذا الدين العظيم الذي يجمعنا يدعو إلى يعني حفظ كرامة الإنسان وصورته ووجوده، وحتى لا يسقط في هذه المظاهر المسيئة. لا تبعنا القيم ديالنا والدين ديالنا، خاص ما يكونوش هذوك المتسولين اصلا نهائيا. خاص المجتمع ما نشوفوش في هذه الصور هذه. وشحال من مره كنشوفوا بعض الصور اللي كتبقى عالقه في الادم كنبغوش نساوها، شي واحد يظهر عاهه وحقه ان يكون في المستشفى او ان يكون في مركز للرعايه، ولكنه يظهر عاهته ليستملي. هذا 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 لا ينبغي ان يكون، وخصنا نبحثوا في الظاهره ونطوقوها. ولكن من موقعنا احنا في الاعلام وفي التعليم وفي الحملات التوجيهيه والتحسيسيه والقائمين على هذا الشان، كيخصنا نسعوا ما امكن، لان هذه صورتنا جميعا. نحن في سفينه واحده، لا نريد ان نرى هذه المظاهر في المجتمع. اذا رجعنا للدين ديالنا كنوجدوا ان ظاهره التسول ظاهره مقيته، الذي يحترفها والذي حتى ولو كانت له حاجة كيبين لنا أنه يطلبها بتعفف وبكرامة، لا يسألون الناس إلحافا. وأمرنا أن نتعفف، وأمرنا أن يعني أن لا نسقط في هذه الصورة. وحتى في المجتمع ديالنا وفي الأقوال ديال المجتمع ديالنا يقول لك جوع في كرشو عنيته في راسه، لأن الإنسان الذي يحترف التسول أو الذي يلقيه الواقع او تلقيه الحاجه الى التسول، راه كما كنقولوا راه يريق دم وجهه، راه صعيبه جدا. ولذلك حنا ما خصناش نعموا، انما نبحثوا على الاقل للتخفيف من هذه الدائره، على الاقل نقيوا المجتمع ديالنا من المحتالين والمحترفين. واخا هذا الدور ديال السلطات، هذا الدور ديال السلطات. حنا كمواطنين حنا غادا في الشارع في الطوموبيل ديالي تنشوف امراه معها بنيته صغيره ولا وليد ولا بيبي، واش نعطيها ولا ما نعطيهاش؟ حنا من موقعنا لما شحال من واحد كما كنقولوا كيحتار بين انه يقدم المساعده، ولكن احيانا كيقول ربما هذا الذي اقدمه قد لا يحتاجه، قد يكون محترف. ولينا كنطرحوا هذه الاسئله. ماشي ولينا، استضفنا استاذ اسمح لي لقطعتك، استضفنا رؤساء ديال الجمعيات هنايا وقالوا لنا راه داروا دراسات ولقاو بان هذوك الناس اللي تيخرجوا مع الوليدات الصغار ولا ذوي الاحتياجات تيديروا استغلال داخلين في منظمات وفي مجموعات، فنهاونا هاد الناس ديال الجمعيات، نهاونا اننا نساعدوهم. بحال كتولي تشجع تتشجعهم وتنأثر يعني تندعموهم.
بالنسبه لك انت باقي محتارين واخا هكذاك فاش تشوف يعني بالنسبه لك انا نعطيك واحد التوجيه توجيه ديني هو عندنا احنا ولقد كرمنا بني ادم انسان مكرم ما خصوش يوضع راسه في صوره تهين كرامته او تحطه من صورته ومن ولكن لكميت محتاج بزاف. عندنا كذلك في السيره النبويه وفي الاحاديث النبويه لا ان ياخذ احدكم حطبا ويحتطب وياخذ يعني حطبا ويبيعه خير له من ان يمد يده الى الناس اعطاه او منعه. عندنا التوجيهات هذه وكيجي واحد عند سيدنا رسول الله وكيطلب كيطلبوا كيقول له يعني وكيعطي فيها واحد الدرس كيقول له عندك شي حاجه في الدار تبغي تبيعها يعني يعلمه الاجتهاد والعمل والجد ماشي غيعطيه قال له واش عندك شي حاجه قال له ما عندي قال لي عنده شي حاجه يجيب داك الشيء يعني غير محبد التسول ولا الطلب ولا غير محبد نهائيا لانه احنا عندنا التسول يساوي يعني ان الانسان لما اضطر لحاجه خصو يطلبها بتعفف حتى ملي كنقراو في القران يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف يعني محتاج وهذه ولكن الاسلام كيخليه شاد في كرامته لان الكرامه الانسان أهم من كل شيء أغلى من ولكن كل شيء. كيقول نحن في المجتمع ينبغي أن نرقب هذه الأحوال وأن نعين المحتاجين وأن نقدم لهم ما يحتاجون بما يحفظ كرامتهم ولا نشهر بهم ولا يعني نسقط في أشياء تحط من كرامة الإنسان هذاك الشيء علاش يعني وما كملتلكش هذه القصة لو بلاتي نكملك هذه أنايا اسمح لي الاجتهاد في التنقيب على المحتاجين تاور داخل فيه الأجر ياك طبعا ولذلك احنا في المجتمع ديالنا كما قلت لك في ديننا راه ملي جينا نشوفوا القيم راه ما خصناش نخليو هاد الظواهر تخرج للمجتمع نهائيا كل من موقعه قبل ما تخرج للبيت كل من موقعه ما تخرجش للمظهر العام للمشهد العام كل من موقعه في الاسره في الجيران في الاوساط المسؤولين وحنا غاديين كتكبر الدائره هذا ملي قال رجع لي غادي يرجع لك قال له جيب لي عندك شي حاجه تبيعها كان يتصدق عليه ولكن قال له الا عندك شي حاجه تبيعها باش يحفظ لي كرامتك باش يحفظ له كرامتك قال له عندي شي لحيفات وعندي قال له جيب داك الشيء ودار بحال المزاد العلاني قدام الصحابه قال له شكون ياخذ من عندي هذه شكون ياخذ هذه واحد قال جوج دراهم الاخر قال شكون يزيد حتى عطاها واحد الثمن قال له هاك سير دابا وعطاه واحد القادم قال له سير ها واحد الوسيله سير حطاب وبيع وشري واجي وبدا راس ماله كيتنمى وكيكبر بغى يقول له راه يمكن لك تجتهد وتعمل احسن ما تمد يدك للناس اليد العليا خير واحب الى الله من اليد السفلى هذيك اليد اللي كتعطي احسن من اليد اللي كتمد حاول ما امكن تشتغل ما تمدش يدك دابا الذي اسمح لي اليد العليا خير من اليد السفلى يعني اللي كتعطي احسن من اللي ما كتعطيش احسن من اللي كتمد بمعنى انه فيه حث على النفقه وفيه نهي عن ان الانسان يتسول ولكن المشكل اللي كنشوفه اختي سميره هو كنشوفوا الناس على صحه قويه على بنيه شباب جسمانيه شباب وما عنده حتى شي حاجه ولكن ربما وجدها سهله وربما يدعي التشرد ربما هادشي كيسبب مشاكل اخلاقيه كيسبب في مشاكل أمنية كيسبب لأن هؤلاء الذين يتظاهرون لا يخلو المجتمع والشارع من بعض الإدايات التي قد تصدر من بعضهم ربما يحترف التسول يظهر شيعها ولكن يتبان له شي فرصة ربما يؤدي قد إلى ذلك لا راه كاينين حتى اللي ما تتعطيهمش يبداو يعيروك هذا عاوتاني مشكل آخر ولذلك حنا خص مقاربة شمولية خص التوعية خص الاهتمام خص المسؤولين على الأمر يعتبروها من الأولويات في المجتمع لأن صورتنا فمنين نقفوا في الشارع ونشوفوا مظاهر او في المساجد او في كذا الى غير ذلك وكثيرا ما كانت نتائج سلبيه وعكسيه بتصرفات طائشه من بعض من هذه الصور اللي كنشوفوها في المجتمع ولذلك بغيت نقول الظاهره تستدعي نظرا سديدا وتستدعي وقفه وتستدعي تاملا ثم كل واحد يخدم الموقع ديالو وما خصنا دابا حنا بين انك تشجع على الظاهره اللي جات تعطيه وبين انك عاوتاني تسمع وقد يكون فيهم ذوي الحاجه ولذلك خص كل واحد يجتهد من موقعه حتى نقضي على هذه الظاهره التي جاء الاسلام ليبين قيمه العفه وقيمه التعفف وقيمه يعني كرامه الانسان. يعني ما كاينش شي طريقه يعني ولا شي طريقه واضحه باش نحاربوا من جهتنا كمواطنين. لا هو بدايه كل واحد خاصو يجتهد على حسب هذه الوضعيه اللي غادي يكون هو فيها هو بدايه الحد من الظاهره هي العقوبه الزجريه الموجوده كاين العقوبه القانون الجنائي المغربي كيعاقب على التسول اللي بدا فعل الاحتيال والابتزاز والادعاء هذه غتحدنا من الظاهره ولقد حدت منها خاص المواطنين الامر الثاني هو
الوازع الديني الضمير الاخلاقي كيخصنا كلنا نجتهدوا ما امكن باش ما نخليوش هاد الظواهر تخرج المجتمع بحالاش من الاصل. انت يا كتعرفي وانا كنعرفوا الاخر كنعرفوا ناس محتاجين كيمكن على حافه الخروج للتسول ومد اليدي كيخصنا حنا نساعدوا بعضياتنا ونقفوا مع الناس المحتاجين. مشيتي للسبب الرئيسي مشيتي للاصل مشيتي للعمل الاستباقي شي واحد على حافه الخروج الى الشارع ليريق دم وجهه ويعترض سبيلا مرة اوقفه هناك. ويعني عندنا واحد الفضل عظيم في ديننا الذي يخفف عن الناس ويمد يده الى المحتاج ويستبق الحمد لله على هذه النعمه هذه ديال الدين ديالنا. وانا متيقن سنصل الى تجفيف منابع هذه الظاهره اذا اشتغل كل واحد منا من موقعه بانسانيته بقيمه واخلاقه التي نمتحها من هذا الدين العظيم. مشكور جدا دكتور مصطفى الصمدي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات هذه. بقوا معنا اللحظه وادعوك كذلك دكتور صمدي انك تفتخر معنا طبعاً. واحد السيده مغربيه جاتنا من مدينه بروكسل هي برلمانيه في مجلس الشيوخ ببروكسل وبغينا نتعرفوا على المسار ديالها. ماشي دائما تيجيونا صور زوينه من المغاربه ديال العالم على برا، فبغينا نسلطوا الضوء على الصور الجميله اللي كاينه. سعيده جدا اليوم باستضافه برلمانيه مغربيه في مجلس الشيوخ ببروكسل كما قلت سابقا. دابا قلت بان غالبا ما تجيونا صور ماشي دائما زوينه، ماشي تعكس الحقيقه اللي كاينه على برا ديال مغاربه العالم. أستاذ معتوق عنده تحفظ قال لي هو فخور بكل مغاربة العالم، أنا كذلك، لكن ما تنعطيهمش حقهم في الإعلام، ما تنعطيهمش حقهم اللي تيستاهلوه في كل شيء في كل شيء. المثال خير مثال هو ضيفنا اليوم لالا نادية اليوسي. مرحبا بك اليوم وشرفتينا في بلاتو صباحيات. شكرا. السلام عليكم والسلام على المغاربة كل شيء. يا هنا في اوروبا يا ان توكا شو تري فيير تري زونوري بهاد لانفيتاسيون. احنا اسعد احنا اسعد بالحضور ديالك معنا. لالا ناديه اليوسفي، انت تزاديتي هنا ولا تزاديتي في بلجيكا؟ نو انا تزاديت هنا، انا خلقت هنا يتين. خلقت في كازا. انا دار البيضاء. نو بدار البيضاء بنت درب السلطان. بنت درب السلطان، تحيه لدرب السلطان وساكنه درب السلطان. دونك تزاديتي هنا؟ انا تزاديت هنايا وقريت هنا، مشيت حتى مواد دو نوفمبر ديال لا كاتريام بريمير ابتدائي الثاني. سيم دو ابتدائي الثاني اللي كنا تنسميو ابتدائي الثاني. شحال ابتدائي الثاني في قبل؟ دونك انا كنت المدرسه ديالي ابتدائيه حدا في درب السلطان حدا القصر. جميل. حدا لا كروند بوست. اي الوالد كما الاباء كلهم كانوا في اوروبا، ومعنا وخوتي كنا اربعه، جوج بنات وجوج دراري، ومع ماما. وديك الساعه كم تو الموند لحقنا على الوالد في بلجيكا. دونك وكملتي المسار الدراسي ديالك، التخصص ديالك من بعد شنو درتي في القرايه ديالك؟ شنو قريتي؟ انا في القرايه ديالي بني كنت صغيره حتى لافان ديال لي سكوندير كنت كنحلم بحاجه واحده، نكون طبيبه. دونك والاساتذه كانوا متيقين كيقولوا للوالد خليها غادي تولي طبيبه ان شاء الله، القرايه مزيانه. اي بي فوالا، حنا في واحد البلاد ديال اوروبا بلجيكا، ملي كنكونوا صغار كاين بزاف الحاجات ما كتبانش لينا، كلشي كيبان لنا زوين. اي بي ملي كنكبروا كنعيشوا سي الحاجات اترافيغ لي بارون، سي المشاكل اللي كيلغونكونتخ نو جون. اي فوالا، كاين الواحد كيبدا يعرف شنو هي العنصريه، شنو هي لي ديفيكولتي، اي حاجه صعوبات اللي صعوبات. يعني عشتي هاد الصعوبات وشفتيها في المحيط ديالك، في الاخوان ديالك العرب والمسلمين والمغاربه الحومه ديالنا، من تما كين بدلتي التفكير ديالك؟ ما بقاش طبيبه ولا نو درت عام ونص ديال لاركتيكتور دانتيريور. هذه كنت بديتها بدلت كومبليتمون، اي جو مسيو روندي كونت بلا l'architecture d'intérieur ou l'architecture de manière c'est plus un hobby que vraiment. Et مع ديك الساعه الواحد كبر وكي دوك المشاكل كيتاثروا كثار. وحنا كنت كنعيش في لا كومين ديالي ديال فوغي، كان عندنا واحد المشكل بزاف مع البوليس، العنصريه مع البوليس ضد المغاربه. العائله ديالي كانت فيكتيم اوسي من ديك المشكل، وحنا كنا الفاميلا العائله الاولى اللي نادت ضد داك المشكل، وعملنا ميم لا بلانت ديفون تريبونال ضد لا بوليس ثلاث سنين وهي كدوم جوسكو مومون او ناد هذوك لي زيموت اللي كانوا قالوا عندنا في 91 لي زيموت دو فوغي، لان البوليس كانوا كيتكرفسوا على المغاربه ترو. اي دونك
بس كي يبرمي على مومون دوني ديك الساعه باش انا جو مسي تورني فيغ لو سوسيال رجعت عملت دي زيتود داسيستانت سوسيال باسكو كان خاصني نفهم لو سيستيم خاصني وخاصك تعاوني ونعاون هذوك هما الجوج الحاجات اللي كانوا زعما كي اون ديكتي زعما لاتيتود ديالي هي نفهم لو سيستيم نفهم بوركوا هذوك كالي لا غيزون زعما وبالله باسكو الواحد اترونجي خاصو يتحقر فوالا اي من واحد اخرى خصني كيفاش نقدر نعاون ديجا كنت كنعاون عائلتي والصحاب والناس اللي هما العائله الكبيره ما العائله الكبيره العائله الصغيره العائله الكبيره اللي هما مغاربه بلجيكا كيفاش وليتي برلمانيه؟ برلمانيه الحق زعما هو عمرني ما كنت انا ناويه كاع ندير لا بوليتيك ما كنتش كنبغي لا بوليتيك دو تو كنت كريتيك كما اي واحد اي منين نادو عندنا داك لي زيموت في 91 لا ريجيون بروكسلواز اللي انا دابا في برلمانيا فيها كانوا عملوا واحد نوفيل انيسياتيف هي لي ميدياتور لي ميدياتور كومينو اللي كيكونوا في لي كومين فوالا الوسطاء اي دونك دوز ليكزامان داك الشيء معنا كنت لا بيرسون اللي مثله لي جون في لا كومين ديالي كان ديجا عندك الباجاج لان كنت ميليتون كنا مشمل مع الدراري وداكشي بصح بغيت كنت انا البنت وحده مع الاولاد الاكثريه كانوا هما الاولاد اللي جينيرالمون كونستيتوي كيكونوا في البلاص وداكشي كنت انا معاهم وكنت انا اللي متزاد الغوب وطلبوني انا نمشي ندوز ليكزامان باسكو قال لي اوطون تخدمي اي دونك نجحت داك ليكزامان و15 عام عملت ميدياتور دونك ما بين لا كومون والحمد لله لان قبل 91 في الحومات ديالنا ما كان والو من غير واحد ميزون دي جون بلا سون بوكو دو مويان واحد ميزون كارتي ما كان حتى شي حاجه دونك دافعتي على الحومه ديالك وعلى لا كوميونيتي ديالك سا ايتي فريمون لي بروميير زاني اللي وصلك للبرلمان اي وي لان ديك الساعه شكون اللي كان الشاف ديالي هو العامل البورغمستر دونك هذاك هو اللي كان عندي الكونتاكت انكور بلو فور مع لو مود بوليتيك اي دونك فوالا او يا كان نعملوا الخدمه ديالنا كميدياتور اون كونستروي دي شوز الحمد لله سنين مع الناس ديال الحومه مع لي جون وداكسي عملنا بزاف لي زورغانيزاسيون اللي مثلوهم الكوميتي دو كارتي اكسيتيرا اون ميزون دي فام اوسي باسكو فالي بونسي او فام اي اوسي خدمنا على داك العنصريه اللي كاينه اوسي في الادارات لان اون كومين كان لي سيرفيس اترونجي المثال بزاف القوانين ديال المغاربه وغير المغاربه كانوا كيحطموهم كيحاكرينهم فيهم ديك الساعه حتى وسيع منا خدمه باش داك الشيء ما يبقاش اذا لا كوميونيتي ديالك ثقت فيك وصوتت عليك الحمد لله وي وليتي برلمانيه وي اول مره في 2004 في 2004 اول اليكسيون اول مره غنكون في واحد لا ليست لان قبل كنت كان ما كنقبلش اي حزب يا اما الحزب ديالي اللي دخل فيه في 93 بارتي سوسياليست يا احزاب اخرى ما كنتش باغيه اي بي فوالا مني كان واحد كيخدم مع واحد العامل وحنا عندنا دي كواليسيون يعني ملي كيكون انتخابات ماشي بحال فرنسا المثال كيكون واحد الحزب اللي كيربح هو اللي كيحكم حنا لا يا كل طبقه كاين تمثيليه ديال كل كل فوالا اللي كل ساعه كيعمل واحد لا كواليسيون اي مالوغوزمون جا عامل اخر من حزب اخر اي لا اون سوبي بارتيكوليرمون انا كوم جو سوي با كوني كوم وحده اللي كتسكت دونك جربع 4 ans de harcèlement moral يعني من هذيك لان حزب اخر غراتيكمون وصمتي واخا هكذاك بقيتي شاده وصمتي وي وعملت بلانت ضدها هي كذلك اوسي دونك في لي زورغانيزاسيون ديالنا لان بور موا سيتي با عادي كواحد واخا يكون عامل يتعدى على الخدامه دونك الخدامه راه عندهم لوغ فونكسيون لوغ فونكسيونمون اي الواحد خص سورتو واحد البلاد اللي كيقولوا لك دي دروا دلوم وداك الشيء خاص داك لي دروان يطبقوا في كل بلاصه وتتحرصي على انهم يطبقوا خصوصا مع الجاليه المغربيه اللي كاينه في حقيقه سعادتهم بك ما شاء الله تدافعي عليهم شنو حاليا في البرلمان شنو هما المواضيع اللي تتناقش ناديه اليوسفي واللي تتحامي عليهم واللي تتضرب على ودهم
انا مني 2004 وكنت في البرلمان بقات فريمون لا لين ديالي هما لو بوين اسونسييل هي لا لوت كونتر الراسيزم و لا لوت كونتر لي ديسكريميناسيون ضد العنصريه دونك اي حاجه محاربه العنصريه محاربه العنصريه يا اما باسكو على لوريجين ديال الواحد يا اما باسكو اون فام لان لا ديسكريميناسيون التمييز بسبب العرق ولا التمييز النس زعما النساء ولا الدين ولا الدين دونك لان عندها بليزيور فورم صوتك مسموع لاله ناديه الحمد لله دابا شنو الثقل ديال لاله ناديه في البرلمان ديال بروكسل كما كنقولوا حنا عندنا يد ما كتصفقش بوحدها دونك كاينه ناديه ولكن كاينين اوسي دوطخ زامي اللي حتى هما كانوا معايا في لو تيران دابا الحمد لله في البرلمان ديال بروكسل راه حنا غير الحزب ديالنا حنا بعدا داك البارتي سوسياليست النص ديال لو جروب اكثريه مغاربه ومعنا الترك ومعنا كذلك التركيين ولكن الاكثريه هما المغاربه يعني مع بروكسل بروكسل دائما كيعطوها كيعطوا الثمن ديال مثل ديال بروكسل هي لا دوزيام فيل لا بلو كوزموبوليت او موند ابري دبي عندنا 188 جنسيه في غير في بروكسل دونك الواحد من اللغات اللي كاينين راه تبارك الله دونك دونك لو حنا تنيت براسنا كنكافحوا خاصنا كنقولوا حنا في واحد البلاد الديمقراطيه وكنهضروا على جوستومون لو بروبليم ديال لا كونفيونس ديال لي سيتويان في لا بوليتيك هذه مونديال هذيك لو بروبليم دو كونفيونس ولا ريبريزونتاتيفيتي دونك بور نو سي نورمال واحد البرلمان يكون يمثل لا بوبولاسيون اللي عنده دونك بروكسل الحمد لله دابا كاينين الناس ديال لافريك سبساريان دونك كان عندنا بيا ديالو اللي كان شامبيون اللي هو غينيا وبالحق الاكثريه سي فري هما المغاربه المغاربه ان توكا في واش ناديه اليوسفي بالنسبه لا كوميونيتي ديالها ولا الحومه ديالها تتدافع ولا على المنتخبين ديالها تتدافع غير على المغاربه ولكن وحتى البلجيكيين اللي داخلين في التيريتوار اللي تتمثلوا نو كممثل برلماني كنمثلوا كل شيء صغير عندنا واحد سبيسيفيتي كمغاربه كاين الحاجات اللي كنفهمهم وحاسين بهم اكثر من واحد اخر كما بلجيكي كيعرفوا اوسي مي حنا كممثلين جوستومون بلجيكيين برلماني في بلجيكا كنمثلوا كل شيء سي فغي اللي كينتخبوا علينا اكثر هما المغاربه ديالنا وكاينين بلجيكيين تما تينتخبوا عليكم وي وي دابا هذيك خدمه اوسي يعني كنمثل دائما مني كنت اوسي اشفان دونك ادجوان اومير في 2006 في لا كومين ديالي في الاول كنعاودها لكل شيء في الاول دوك اللي كانوا خدامين معايا قبل باغ اكزومبل كيقولوا حنا اون فو با ترافايي بوغ اون اشفين هذا كلمه عنصريه بونيول شنو اشفين؟ ادجوان اومير اه ما باغيش يخدموا معاك حيت مغربيه مغربيه دونك وفرتي راسك فوالا دونك يا اما الواحد يغوت ويلونفوا تو بولي يا اما غادي يقول نخدم وغادي جو في بروفي بالله نبرهن لهم العكس داكشي اللي عملنا بون هذاك راه سي سابليس الواحد فوالا ولكن تيقوي وي كيقوي انا ان توكا الوالد كنشكر والديا دائما هو دائما كان كيقول لك اي حاجه اللي كتبلوكي هي خاصها سان بوستور لابد ما تدوزيها وتكملي عرفتي الحديث معك شيق لاله ناديه اليوسفي والمسار ديالك شيق جدا كذلك بغيتك اخر كلمه في حق مغاربه ديال بلجيكا واوروبا عامه حنا فاش يكونوا مشاكل تتوصلنا واحد الصور ماشي دائما هي الحقيقيه اللي تتكون فانا فاش تنمشي مثلا لبلجيكا وبروكسل على وجه الخصوص تتلقى مع محامين مع دكاتره كبار مع برلمانيين علاش هاد الناس ما باينينش في الصوره علاش ما تيقولوش هادو المغاربه ديال العالم حنا عندنا واحد المثال في تما بلجيكا كنقولوا الواحد كي لي ميديا باسكو لي ميديا داكشي اللي كنشكرك جوستومون سيغ سي بوسيبيليتي لا وسيغ حتى في بروكسل عندنا غير لا راديو ارابيل باغ اكزومبل اللي غادي تبين اكثريه المغاربه اللي موجودين وتبارك الله كما قلتي دابا كاينين محامين كاين جورناليست كاين ارتيست كاين في كل شيء دونك سامبلومون كو الواحد كيبغي سوفون مونتخي لو تران كي اريف اون روتار مي با سولوي كي اريف ا تان اي دونك حنا دابا لي ميديا عندنا وسورتو دابا العنصريه اللي كما قلتي شنو كاين المشكل في البرلمان surtout maintenant aussi avec le problème des canards de la Palestine, on est attaqué justement par rapport à plein de choses parce qu'on est arabe, et notamment Kain Al-Ansouria. Et donc, pour le moment, avec la crise de Kaina, c'est plus facile de montrer qu'il y a un Mohamed Likaye Khoun ou la Mohamed Mohamed. Et donc, Alhamdoulilah, vraiment, en Bruxelles ou en Belgique,
جو سي كيبينو بارفوم اولمبيك اكسيتيرا، ولكن ما كيبينوش بلا في ديك لي كارتيي كاينين دي زاكتور اسوسياتيف، كاينين دي مامون، كاينين دي جون بينيفول، دي سيتويان، دي سيتويان اللي كيخدموا وكيكافحوا يوميا وكيشوفوا الصوره ديال المغرب. هذوك دوماج ما كيبانوش. للنادي اليوسفي وذكر هي برلمانية في مجلس الشيوخ ببروكسل. تنشكرك بزاف على تلبية الدعوة الصباحية الدوزام بيك، تنعطيو المثل الحقيقي للنجاح ولي سكسس ستوري لكل الشباب اللي تيبحثوا على قدوة يتبعوها، فهما هادو هما القدوات اللي بغينا نبينهم للشباب ديالنا. تنتمنى لك التوفيق وتبقى الصوره ديال نادية اليوسفي على غرار كل المغاربه ديال العالم، المغاربه ديال بلجيكا على وجه الخصوص، تكون الصوره يعني تتشرف كل المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. تنشكرك مره اخرى وبيك ختموا حلقة اليوم صباحية الدوزام على أمل لقاء بكم مشاهدينا يوم الاثنين مع فقرات أفكار ومواضيع أخرى تخص حياتنا اليومية. إلى اللقاء ونهاركم بخير.